بشكون سيد الرئيس، منذ العام 1979 اعتمد المجتمع الدولي معاهدة تصدى بها للتمييز عند المرأة على أساس نوع الجنس، فالتمييز الجنسي شأنه شأن التمييز العنصري، محظور بموجب العهدين بعبارات عامة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد فصلت بمرامي هذا التمييز، والذي يكون من آثاره وأغراضه توهين وإحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وفي أي ميدان آخر. كما أن ظاهرة العنف التي تتعرض لها المرأة باتت معالمها أكثر وضوحا. السيد الرئيس، إننا في المجلس الدولي دعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ننشط المنظمات الحقوقية الزميلة في الدفاع عن حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية المختصة في شؤون المرأة لمكافحة الظواهر المعيبة. إننا في هذه المجتمعات بصفة عامة، ولكن أي عذاب جراء العنف الذي يرتكب بحق المرأة وهي ترى بلادها تغزى وتدمر وأطفالها يقتلون أمام عيونها بفعل الإرهاب وداعميه وموليه فكرياً ومادياً، وهذا ما تقوم به السعودية في البحرين واليمن وتقوم فيه مع تركيا والمرتزقة في سوريا والعراق. لذا نأمل أن يكون لمجلس الموقر فيه موقف حازم وفقاً لآلياته المقررة لمنع الفلات المتسببين من العقاب، سواء كانوا أفراد أو جماعات أو دول، وتعويض المتضررين كما طالبنا فيه لمتضرري أحداث نيويورك عام 2001، فإننا نطالب ليشمل كل المتضررين. شكراً لكم.